لألام الظهر أسباب متعددة ومنها السمنة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بألام الظهر. نتحدث عن هذه العلاقة في فقرتنا الطبية. ينضم إلينا الدكتور زيد خليفة، أخصائي طب عام ومقيم جراحة الدماغ والعمود الفقري. أهلا بك دكتور زيد معنا. صباح الخير لكم. صباح الخير لجميع مشاهدين عربية. مقيم إذن عفوا جراحة الدماغ والعمود الفقري. دكتور، يعني طبعا للسمنة في هناك يعني سيئات كثيرة وعديدة، ولكن بدنا نعرف منك شو علاقة السمنة بألام الظهر بالتحديد. تمام، بداية ألام الظهر من أكثر الأعراض شيوعا في المجتمع الإنساني ككل، يعني يكاد لا يوجد شخص رجل أو امرأة لم يشتكي من ألم الظهر على الأقل مرة واحدة في حياته. يعني مثلا تشير دراسات أنه 15% من حالات التغيب عن العمل بتكون بسبب ألام الظهر، وهي السبب الأول والرئيسي في حالات العجز للمرضى والأشخاص تحت سن 45 سنة. فهي مشكلة شائعة، مشكلة خطيرة، يجب التعلم كيفية التعامل معها والوقاية منها. هلأ بالنسبة للسمنة، تشير جمعية السمنة الأمريكية أنه ثلث الأشخاص اللي بيعانوا من زيادة في الوزن والسمنة يعانون من ألام الظهر. وفي دراسة أخرى أنه 50-70% من نساء الحوامل برضو بيعانوا من ألام الظهر، خاصة في الثلث الأخير من الحمل جراء زيادة الوزن القصوى في تلك المرحلة. إذا هناك علاقة مباشرة بين زيادة الوزن وألام الظهر. كيف بيأثر؟ تمام، هلأ كيفية، في عدة طرق بتأثر زيادة الوزن فيها على ألام الظهر. مثلا كل كيلو جرام زيادة في وزن إنسان بيزيد الضغط على العضلات الظهر والأربطة المساندة، مما يؤدي إلى إصابتها. يزيد الضغط بكم؟ يعني هل في ما فيش معادلة حسابية، بس يعني كل كيلو جرام يزيد الضغط على هاي العضلات، لأنه هي خط الدفاع الأول في الظهر، في خطوط أخرى. طيب، فبتراوح الإصابة بإصابة العضلات، بنشد عضلة خفيف قد يصل بعض الأحيان تمزق عضلي يسبب ألام شديدة في الظهر. طريقة ثانية، زيادة الضغط لفترة طويلة من الزمن بسبب زيادة الوزن بتأثر على الغضاريف بين الفقرات المعروفة بالديسك. هاي الديسك مواد ربنا سبحانه وتعالى خلقها، مواد جيلاتينية تعمل كممتصة للصدمات، تمتص الصدمات، تحمي العمود الفقري، بتعطيه الدعامة اللازمة. زيادة الوزن على فترة طويلة من الزمن بيخليها تفقد هاي الخصائص، فبيحاول العمود الفقري يتكيف بطرق أخرى، بيصير مثلاً يزيد من سمك الأربطة الموجودة داخل العمود الفقري، بيزيد النتوءات العظمية الموجودة. هذا مرحلة أخرى. هذا كله بيؤدي إلى تضيق القناة الشوكية، كله بيزيد الضغط على الأعصاب وعلى القناة الشوكية اللي بمر منها بسبب ألم شديد في الظهر. خلينا بس نتحدث بس لتوضيح كمان الفكرة، كم إحنا لما نتحدث عن السمنة أو البدانة، يعني كم كيلو فوق المعدل تكون هذه الزيادة اللي هي ممكن تؤدي لألام الظهر؟ تمام، هلأ في إحنا عندنا معادلة مشهورة اللي هي بودي ماس إندكس، اللي هي عبارة عن وزن الإنسان على طوله تربيع. تمام، هلأ الصحي يعني صار فيها كتير نقاشات هاي المعادلة، بس بشكل عام الرقم فوق 30 يعتبر زيادة وزن خطيرة قد تؤدي إلى المشاكل اللي نحكي عنها. من 25-30 هي سمنة، لكن فوق 30 بتبلش المضاعفات هاي. يعني احنا هون عم نحكي في عملية يعني حسابية بتنعمل عند الأخصائية الدايتيشن، هي اللي بتعملها، هي اسمها بي ام اي. طيب، في ناس بتنصح بس من البطن، في ناس بس من الفخاد، هل اللي بينصح من الفخاد كمان بيأثر على ظهره أو لا؟ هلا زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن معروف بالكرش بتزيد آلام الظهر أكثر من غيرها. ليه؟ زيادة الوزن تؤدي إلى سحب الحوض إلى الأمام. عند سحب حوض الأمام بيزيد الضغط والجهد الملقى على أسفل الظهر، بيزيد ألام الظهر. فمنطقة الكرش هي أهم شيء، منطقة البطن هي أكثر منطقة بتأثر على زيادة الألام الظهر. طيب، هل من يعني إلى أن يخسر وزنه، يعني طبعاً لأنه هاي مشكلة أخرى. هل في أشياء وقائية ممكن يعملها؟ هل في مثلاً بعض التمارين، هل يعني يجب يكون منتبه أكثر مثلاً في وضعية النوم، الجلوس؟ العلاج لازم يكون علاج وقائي، علاج تحفظي، وعلاج جراحي. طبعا علاج جراحي بنحاول دائما نخليه اخر خيار، ما نتطرق له الا بالحالات الاضطراريه جدا. علاج وقائي طبعا زي ما حكينا، تنزيل الوزن مش راح يفيد بس بالام الظهر، على الصحه العامه ككل راح يخفف امراض القلب، السكر، لسته طويله من المضاعفات. هلا ممارسه الرياضه، ممارسه الرياضه، بعض التمارين بشكل عام قد تكون اهم اصلا من تخفيف الوزن. الرياضة والحركة هي الطريقة الوحيدة لزيادة ضخ الدم لمنطقة بين الفقرات. تمام، فممارسة الرياضة نبلش بالتدريج فيها،
من رياضات المشي، رياضات داخل الماء خصوصا للمرضى اللي زياده وزن عندهم كبيره، صعب يمارسوا الرياضه بشكل اعتيادي بشكل تدريجي لتجنب الاصابه. هلا عم نحكي عن الوقايه، خلينا نحكي عن يعني اذا واحد يعني واجعه ظهره بالوقت الحالي شو ممكن يعمل، وبالمستقبل الجراحه امتى بصير الوضع بيتحمل او بيطلب تدخل جراحي؟ تمام، هلا احنا بدنا نشير انه اكثر من 90% من مرضى الام الظهر لا يحتاج تدخل جراحي، هاي النقطة جدا مهمة. العلاج التحفظي بالعادة بيكون بالأدوية، تمام؟ بيكون عبارة عن مسكنات مختلف أنواعها، هنا يشير إنه حذاري من سوء استخدام هذه المسكنات، بنشوف كثير حالات في أبيوز للاستخدام هذه المسكنات فبتأثر الصحة العامة ككل، في مرخيات عضلات، في مرخيات عضلات ومسكنات موضعية، وفي أدوية خاصة لآلام العصب. هذا من ناحية الأكيوت بين يعني الوجع الآن، تمام؟ ممارسة الرياضة مجرد نهاية فترة الوجع الحالية، نوبة الوجع، لأنه معظم الناس اعتقاد خاطئ أنه مثلاً بريح ظهره أكثر، أنه بتجنب الحركة عشان ظهره ما يوجع. طبعاً هذا بفيد بس على المدى القصير، على المدى الطويل راح الموضوع يسيء أكثر، شدة حدة الآلام الظهر والنوبات راح تكون أكبر وتكرارها أكثر. ممارسة الرياضة مهمة جدا جدا جدا، والتدريج ومتابعة لها. طبعا التدخل الجراحي متى بصير فيها عندنا تدخل؟ في علامات لازم المريض يعرفها، لما تصير هاي العلامات الخطوط الحمراء يجب مراجعة الطبيب فورا، قد نحتاج تدخل جراحي خلال ساعات. أوكي. إذا صار في عنده مثلا خدرات في المنطقة العلوية بين الأفخاذ أو منطقة المقعدة، إذا فقد السيطرة على الإخراج أو البول، التحكم، قدرة التحكم، إذا حس بأي ضعف بأقدامه أو بساقينه، يعني زي التنميل؟ تنميل، مش التنميل، هاي هي حكينا إحنا المشكلة، مشكلة الظهر شد عضلي، في مشكلة الظهر بالغضروف نفسه الديسك، لما يطلع من محله يخرج من مكانه الطبيعي ويضغط الأعصاب بسوينا الوجع العصبي، هو ألم بالظهر وألم بالساق أو ألم بالطرف السفلي. هنا نحتاج تدخل جراحي. هل ممكن تعملوا تدخل جراحي والمريض، لأن احنا موضوعنا اليوم نركز على موضوع البدانة، هل ممكن إجراء عملية جراحية لشخص سمين أو تشير الدراسات، هلا العملية راح تكون أصعب أول شيء، ثاني شيء تشير الدراسات إنه نسبة الريكفري يعني عودة لحالة طبيعية، تمام، والمعدل الالتهابات داخل العملية ومضاعفات العملية أكثر بكثير عند الأشخاص البدينين، فدائما مثلا ننصح قبل ما نروح على خيار الجراحة أن المريض يخسر وزنه. طبعا في حالات خاصة حكينا عنهم يجب تدخل جراحي فورا. طب دكتور، يعني في السمنة طبعا عندها سيئة على الظهر وسلسلة الظهر، ولكن هل كمان إذا واحد كان سمين وفجأة يعني خسرت الوزن بشكل مفاجئ كمان له أثار سلبية على سلسلة طبعا الظهر؟ طبعا احنا دائما بنشجع خسارة الوزن، بس خسارة الوزن يجب أن تكون تحت أخصائية تغذية، نظام غذائي آمن، لأنه خسارة الوزن بشكل مفاجئ بيغير كل آليات الجسم. بس خسارة الوزن عبر الجراحة مثلا الرينج وإلى آخره، هذه بتسبب يعني خسارة سريعة. إذا كان المريض فوق 35 أو الموربيد أوبيزيتي اللي بيسموها، اللي هي بتأثر على حياته، لأنه إحنا عندنا السمنة تقسم إلى أكثر، موربيد أوبيزيتي أكثر من 35 أو 40، إحنا مع خيار، إذا ما كان في خيار آخر، مع خيار تخفيف الوزن خلال الجراحات وثم القيام بالعملية الجراحية، لأنه مجرد تخفيف الوزن قد يقود إلى اختفاء آلام الظهر زي ما حكينا. وهل ممكن يلغي موضوع الجراحة إذا شخص غلط؟ 100%. هلا احنا حكينا أكثر من 90% من الحالات ما بنروح، بس ممكن يوصل لمرحلة إنه محتاج جراحة، وإذا خسر وزنه أو فقد وزنه ما يحتاج الجراحة ولا صعبة؟ هلا الجراحة ما في إشي هيك يعني إنه جايد داينز معينة، يعني تمام، بس الجراحة في آلام، في عنا إشاعات، صورة إشاعية اللي هي الرنين المغناطيسي بتفرجينا الضغط على الأعصاب، إذا قررنا إنه بدنا نساوي جراحة بده صورة المريض السريرية ماشية مع حاجته للجراحة، إذا تحسنت السيمتومز راح تحسن أموره وما يحتاج الجراحة. شكرا جزيلا للدكتور زيد خليفة، أخصائي طبعا مقيم جراحة الدماغ والعمود الفقري، موضوعنا كان السمنة وألام الظهر، شكرا جزيلا لك.